وسيهجم عليك شخص سريع يضرب بسرعة البرق، لا ترى السكين حتى ترى أثره في جسدك. السلام عليكم أيها الأعزاء. أنت عندما فتحت هذا الفيديو ليست المرة الأولى التي تشاهد فيها تقنيات الدفاع عن النفس وملايين الفيديوهات، لكن هل بالفعل اقتنعت وهل تعلمت وهل أنت في داخلك تقتنع أن هذه التقنيات مفيدة وفعالة في القتال الحقيقي؟ فبعيدا عن التقنيات الدفاعية ضد السكين أو السيف إلى غير ذلك، وكان من السهل أن أحضر صديق وأبين لكم بعض التقنيات، لكن هذا ليس مهم بالنسبة لي وبالنسبة لكم في الوقت الحالي، والأهم هو هذا الكلام الذي ستسمعون اليوم، وبصراحة موضوع مهم وأعتبره من أهم المواضيع في قناتي، لذلك أرجو أن تشاهدوا الفيديو إلى النهاية ولايك فضلا وليس أمرا قبل أن نبدأ. سؤال للجميع قبل أن نبين أو نشرح أي شيء، هل عندك الجرأة حقيقة في القيام بهذه التقنيات في الأرض الواقع؟ هل عندك السرعة؟ هل عندك التوازن؟ هل عندك الحكمة وهي فعل الشيء في الوقت المناسب والمكان المناسب ويعني مع الشخص المناسب؟ لأنني لاحظت أن الكثير الذين يسألون عن هذه التقنيات لا يريدون التعلم، يريد أن يهجم عليه الشخص كما يريد هو وليس كما سيهجم ذلك المعتدي، وهذا هو المشكل الذي أريدكم أن تنتبهوا له قبل أن نكمل الشرح. أيها الأعزاء، إذا كنت تنتظر وتظن أن يهجم عليك الشخص كما تريد أنت وفي الوقت الذي تريد أنت وبالطريقة التي تعلمت أنت فأنت تحلم، فالشارع يختلف تماما عن النادي، وقلتها مرارا وتكرارا، وحتى الشخص الذي لا يريد أن يتأدب في التعلم يمكن القول نتعذب لأجل التعلم. لماذا؟ لأننا نكرر التقنيات آلاف المرات. إذا كنت ليس عندك استعداد، أنا أقول لكم ذلك قبل أن نبدأ في سلسلة الدفاع عن النفس، وهذا أهم شيء، هو هل أنت عندك الجرأة وهل أنت مستعد للتعلم أم تريد فقط أن تتعلم تقنية واحدة وتريد تطبيقها على الجميع. ولا ننسى أن المعتدي يهجم بطرق عشوائية، قد يهجم عليك بطريقة لم تتعلمها ولم تراها في النادي أو عند مدرب ولم تتعامل بذلك الأسلوب في حياتك، لذلك فأنت تحلم إذا كنت تعتقد أن هذا الشخص سيهجم عليك كما تريد. وسأقولها يعني من الآخر، إذا كنت لست مستعد على التعلم فأفضل وسيلة للدفاع هي الهرب، أما أن أبقى أكذب عليك افعل كذا وانتظر أن تمسك يد كذا وتفعل كذا، وانتظرونا إن شاء الله في السلسلة التي سأقدم، حتى في مجرد مسك يد المجرم فيها كلام يطول الشرح فيه،
لأنك لا تعتقد أنك ستمسك يد دمية، فاليد تتحرك، وهذا شرحته في الدرس السابق مع السكين وكذلك مع المسدس. فهذا الشخص كما أنت تتعلم هو أيضا يتعلم، أنت تتعلم كيف تمسك المسدس أو السكين، وهو يتعلم كيف يضرب ويتعلم كيف يدافع عن نفسه إذا أردت أنت أن تدافع عن نفسك. لذلك نتعلم الحوار أولا، نتعلم دراسة الخصم، نتعلم. لذلك قلت لكم هذا الموضوع مهم، ليس لا أقول ذلك عبثا، فأنتم إذا كنتم تنتظرون فقط تقنيات فاسمعوا هذا الكلام أهم من التقنيات. الحوار، دراسة الخصم، تقنيات، مئات تقنيات حتى تنجح معك تقنية واحدة، التكرار ومعرفة الطرق التي يهجم بها معظم الناس. مشاهدة الفيديوهات، مشاهدة المقاطع، وأيضا طرق الهجوم تختلف من شخص لآخر. سيهجم عليك شخص مثلا يتردد في الهجوم لأنه لم يسبق له أن ضرب بالسكين، وهذا أيضا خطير لأنه سيضرب بعشوائية. وسيهجم عليك شخص آخر مثلا سكران، يعني هجومه ضعيف، وهذا في الغالب ما ينجح معه الدفاع. وسيهجم عليك شخص سريع يضرب بسرعة البرق، لا ترى السكين حتى ترى أثره في جسدك. وأيضا يهجم عليك الشخص الخواف، وأيضا يهجم عليك المحترف. والمحترف أيضا كما ذكرت لكم نوعان، نوع محترف يضرب في أماكن تقتل، يريد أن يخلص عليك كما نقول، ومحترف آخر يترك أثر، ولكن أثر تسبب أذى وتترك أثر لكنها لا تقتل. وهكذا إذا لم تكن مستعد أن تتعلم كل هذا، كيف تتحاور، كيف تهرب، حتى الهرب تحتاج أن تتعلم كيف تهرب. وإذا كنت لست مستعد لتعلم شيء فتعلم كيف تهرب، والهرب ليس عيب في حالة إذا كنت غير مستعد وغير. وحتى الذي يتعلم أول شيء يفكر فيه الانسحاب ثم المواجهة عند الضرورة. أتمنى أن يفيدكم هذا الفيديو، وأنا متأكد أن هذا الموضوع كما ذكرت لكم من أهم المواضيع بقناتي. أشكركم على حسن المتابعة، لا تنسونا من اللايك، وانتظرونا قريبا في سلسلة، وإن شاء الله أعدكم أن أكون أكثر حرص، أن أكون واقعي، حريص على أن أكون واقعي وأبين التقنيات التي تصلح والتي لا تصلح، وأننا نعيش في مجتمع لا يرحم، ولا ننتظر من تلك اللقطات السينمائية أو اللقطات المدروسة أن نتعلم من خلالها 1+1=2 أو افعل كذا وسأفعل لك كذا. ستتعامل مع شخص لم يسبق له أن عرف هذه المعاني، فهو يضرب بعشوائية، وأشياء مهمة إن شاء الله نبينها في فيديوهات مقبلة. والسلام عليكم.